إذن مشاهدينا الكرام نستكمل معكم حوار هذا اليوم. معنا في هذه اللحظات الأستاذ فرحان بن راضي العنزي، رئيس الأنشطة الرياضية في لجنة التنمية الاجتماعية بالخبر الجنوبية ورئيس مكتب الأسكان. أستاذ فرحان، بداية نرحب فيك عبر شبكة الفارس العالم. الله يحييك ويحيي الإخوان في شبكة الفارس، زيارتهم أعتقد أنها شرف لنا نعتز فيه. بداية نسألك، ما هو الدور الاجتماعي الذي تقدمه كرئيس لجنة الأنشطة الرياضية لأبناء الأحياء؟ والله الدور الأساسي هو ما يستحقه الشباب من أبرز مطالبهم، هو الأندية حقت الشباب داخل الأحياء. مثل ما أنتم شايفين اليوم يعني من خلال المكتب هذا، أعتقد أن هذا المكتب الرياضي يدار بكفاءات الشباب في خدمة أهل الحي داخل. الحمد لله يعني وصلنا إلى عمل وفق آلية، وفق سياسة معينة كانت يعني بخطة معينة، ثمارها الآن على أرض الواقع. الحمد لله يعني ملاعب مزروعة يعني يستفيد منها شباب الحي بفكر جديد لا يقل عن الأندية الرسمية. نقدم لهم كل شيء مجانا، إعطاء الفرصة للشباب من خلال هذه المناشط أنها الاستفادة الفعلية هم أهل الحي، وما نطمح له يعني إن شاء الله أن هذه الفكرة تصعيدها على المستوى الرسمي، وهذا الشيء من خلال زيارة بعض الجهات الرسمية. وللأمانة كان النجاح الحقيقي بدورنا كتوجه لمطالبة الشباب هو بنسبة 90% تركيزنا على بلدية محافظة الخبر. للأمانة سعادة رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس عصام الملا كان يلعب الدور الاجتماعي الواضح من خلال الاجتماع معنا، وأيضا الاستماع لمطالب الشباب. يعني صراحة دائما النجاح يأتي من ما يريده المستفيد، المستفيد هو المواطن في الحي. فهذه الرسالة كننت إلى سعادة رئيس البلدية وزارنا في أكثر من محفل رياضي، وكنا نناقش بكل أمانة بعيد عن البروتوكول، بعيد عن المنظور التخطيط اللي تقوم به البلدية بإقامة حدائق صغيرة معها. لا، الشباب في المملكة يعني نسبة ما يقارب 70%. التوصيات الحمد لله يعني من سواء من مولاي خادم الحرمين إلى سعادة الرئيس العام سمو الأمير نواف بن فيصل بن فهد، جميع التوصيات تنصب على الشباب. ولكن إذا جينا للواقع ولمسنا الواقع، الشباب لا يلمسون هذه التوصيات، بحيث أن ابتعدت الرئاسة العامة عن إمكانياتها داخل الأحياء، ركزت في الأندية الرسمية. فعشان كذا الحمد لله يعني ما نملك من خبرة وما نملك من حب انتماء وطن لإظهار هذه المواهب. الحمد لله أنا أقول لك الشباب في المملكة العربية السعودية فيهم همم الآن. يعني من خلال تجربتي مع الشباب وجدت شيء مؤثر في النفس، بأن الشباب داخل الحي يتصارعون إلى روح الانتماء الوطني، إلى إبراز مواهبهم، عكس ما نشاهده على مستوى الإعلام في إثارة والتركيز الإعلامي على ما الأندية. لو لاحظنا منشط اجتماعي، ما ينزل المنشط الاجتماعي هذا الدور الإعلامي، تجد تأخذ الإثارة للأندية المشهورة سواء في المنطقة أو أندية العاصمة أو، ويفقد الدور الاجتماعي. لذلك الحمد لله الرؤية كانت تنبع من مطالب الحي، وحتى حضور المسؤول كانت تنقل بأمانة. فعشان كذا الحمد لله وضعت مذكرة تفاهم رسمية ما بين لجان التنمية اللي هي مراكز التنمية الاجتماعية، وما بين بلدية محافظة الخبر. يعني بلدية محافظة الخبر هذه لعبت دور في تنمية المشاريع الرياضية وغيرت سياساتها في تنمية المشاريع القادمة. فالحمد لله الآن اللي حاصل بهذه التنمية هي عبارة عن مذكرة تفاهم تقوم على إقامة المشاريع الرياضية من قبل البلدية، وتنفذ هذه المشاريع من قبل
مراكز الأحياء بأقسامها، وإحنا كجزء قسم الأنشطة الرياضية والبرامج بالاستفادة من الموارد المالية بعمل مؤسسي مستديم لهذه الأحياء. طموحنا وأماننا الحمد لله أن هذا العمل يستمر بنفس الفكرة بنفس المعطيات، بحيث أن كل الأحياء في المنطقة ليست الخبر بس، بالعكس إحنا خرجنا من الشباب القياديين سواء على المستوى الفني أو المستوى التحكيمي أو التعليق مواهب. الشباب يملكون المواهب، طوعين في خدمة المجتمع. فأشكركم على هذا اللقاء وأقول بارك الله فيكم. إن شاء الله توجهنا في خدمة بلدنا، وهذه ما توحيه إلينا يعني أمانتنا، والشباب يستحقون الشيء الكبير. إذن كان هذا محور حديثنا مع الأستاذ فرحان بن راضي العنيزي، رئيس قسم الأنشطة الرياضية بلجنة التنمية الاجتماعية بأحياء الخبر الجنوبية والأسكان والثقبة، ورئيس لجنة الخبر للتميز الرياضي. كان محور حديثنا عن أبناء الأحياء والمناطق القريبة كذلك من أبناء الأحياء والمنشآت التي قدموها. حوار استمتعنا فيه كثيرا، نجاح مبهر من هذا المكتب ومن هذه المنشأة خصوصا، التي تعتبر من أفضل المنشآت على مستوى مدينة الخبر، إن لم تكن على مستوى المنطقة، وإن لم تكن كذلك على مستوى المملكة العربية السعودية. تقبلوا تحياتي من خلف المايك محمد معنوزة، ومن خلف الكاميرا عبدالله العوض، وكل طاقم شبكة الفارس العالمي. من هنا نلتقيكم في تغطيات قادمة، وأبرزها وأولها بطولة حي الجامعة بحول الله.